حضرتك بتركز على مسألة كلما نقصت المعلومات الدقيقة زادت مساحات اختلاق القصص. بالضبط كده، لأنه أنك أنت تسيب الدنيا فاضية طبعا بتدي مساحة للجزيرة وغيرها، بتسيبها للاجتهادات، بتسيبها لأي واحد يخترع أي قصة والناس تصدقها. المعلومة في الإعلام هي القوة. خلينا نكون واضحين، مفيش إعلام على مستوى العالم محايد، الإعلام ما تخلقش عشان يكون محايد. في فرق بينك تقدم وجهات النظر وده أمر طبيعي، لكن كل إعلام ليه رسالته وليه أجندته على حسب الدولة بتاعته وعلى حسب أصحابه. متأكد، بس المهم يكون موضوعي. المهم يكون موضوعي ويكون فيه ثوابت، يعني ما يكونش بيساعد على التطرف، ما يكونش بيساعد على الإرهاب، ما يكونش بيساعد على التعصب، ما بينشرش الفوضى، ما بينشرش النوع من الانقسام في المجتمع. إحنا الخطورة اليومين دول في فكرة انه السوشيال ميديا اتحول لمصدر من مصادر الاخبار عند الناس وعند وسائل الاعلام المصرية، فبدل ما بينزل يدقق المعلومة بقى يستسهل ان ياخدها زي ما هي. بس هو الموضوع ده يعني هو موجود بقاله سنين، لماذا لم نلتفت لخطورة هذه القضية الا الان فقط؟ يعني احنا سبناه لان احنا كان عندنا تحديات تانية. احنا لما الدولة ابتدت تستقر وحاجات كتير في مصر ابتدت تبقى فيها نوع من الامان والضمان الاجتماعي ان احنا موجودين بدون اي مشاكل، ولا بننزل ولا بنخاف، ما بيحصلش زي ما كان حاصل لنا في اول 2011، فابتدت حاجات كتير زي ما البلد ابتدت تبص للاقتصاد، ابتدت تبص للمشاريع الضخمه، ابتدت كمان تبص للاعلام. السوشيال مش كله شر، لكن السوشيال مش وكاله انباء ولا مصدر اخبار، هو حتى اسمه وسائل للتواصل الاجتماعي، لكن مش للسياسي ولا الفكري ولا للثقافي. هي الفكرة ان هي دردشة، لكن هو بيتحسب ان في الاخر بيدي معلومة الناس بتاخدها. الخطورة انك انت بترمي حاجة، ثقتي ان الاستاذ عمرو هو اللي كاتب الموضوع ده فانا اشيره، وثقة الاستاذ عماد فينا لانه عارفنا فممكن يعلق، فالناس تتخيل ان الموضوع حقيقة ويبتدي ينتشر وهكذا.